هذه سائلة من فرنسا تقول أنها تعمل كوافير للنساء في بيوتهن، ولكن تعمل للأخوات اللائي يرتدين الحجاب، وترفض أن تعمل للأخوات اللاتي لا يتحجبن. تقول هل فعلي هذا صحيح؟ نعم، هذا طيب أنها تحث على الحجاب وتخدم اللاتي يتحجبن، هذا من التعاون على البر والتقوى، ولا تعمل اللاتي لا يتحجبن، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.